إلى ريف حما الشمالي مع مراسل الإخبارية السورية علي شحوت. تحية لك علي. لو تضعنا في صورة آخر التطورات ما يتعلق بتقدم الجيش العربي السوري في هذه الجبهة، تفضل. نعم زميلة سناء، الجيش العربي السوري يتابع عملياته في ريف حماة الشمالي، وطبعا يستهدف تجمعات إرهابي النصرة والقوى المتحالفة معها في أقصى الريف الشمالي في كل من محيط كفر زيتي واللطامنة، أيضا محيط المصافنة ومعركبة ولحايا ولطمين. طبعا كل هذه المناطق كانت هدفا للجيش العربي السوري ولتحركات إرهابي النصرة وأتباعها. نتج عن هذه طبعا الاستهدافات تدمير عدد من الدبابات أو يمكن أن نقول العربات المصفحة، وكذلك تدمير سيارتين مفخختين، كما تم تدمير عدد من السيارات المزودة برشاشات ثقيلة. طبعا أيضا سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري يدك تجمعات الإرهابيين طبعا في منطقة الأزوار وفي في محيط مجرى نهر العاصي في منطقة الزلاقيات طبعا، والسهل الممتد ما بين طبعا المحروقة والزلاقيات كانت هدفا لأبطال الجيش العربي السوري. كذلك سلاح الطيران في الجيش العربي السوري أيضا يستهدف تجمعات الإرهابيين تحديدا في الجهة الشرقية من اللطامنة، ويدمر مستودع ذخيرة، وكذلك يقوم بتدمير عدد من العربات التي حاولت مؤازرة الجماعات الإرهابية المسلحة. على جبهة المصافنة أيضا الجيش العربي السوري قام طبعا البارحة بتفجير سيارتين، تفجير عربتين وفخختين بي ام بي طبعا، حاولت التقدم باتجاه السواتر الأمامية طبعا والنقاط الأمامية للجيش العربي السوري، تم تفجيرهما طبعا عن طريق أبطال الجيش العربي السوري. إذا زميلة سناء، أي الجيش العربي السوري كما ذكرنا يتابع عملياته في أقصى الريف على أكثر من محور. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر أيضا على كل هذه المعلومات، وسوف نكون معك فور ورود أي جديد. علي شحود مراسل إخبارية سورية في حماة، شكرا لك.